السلامة، مرحبا بكم في قناتي. بيانفوني سور ما شين. ان شاء الله يا ربي تكونوا كامل بخير. اليوم جيت نودكم بغوبا تخي فاسي سوا رمضان ولا يجيكم ضياف. هذا ان غولي بريستيج لي طيب بيان سور. تابعوا لي كوزينا باش تشوفوا التفاصيل. شوفوا نبداو الوصفة تاعنا. عندي اول حاجة نتابع، عندي هنا بطاطا 4 حبات ولا 3 سا ديبون المو اللي حتخدموا فيه. كما نعرف البطاطا مقلية، هذه أنا قليتها، شوف مقلية بصح ماشي محمرة، قليتها ما نخليهاش حمرة كما اللي وراها تاع برا هذيك معمرة، زيت ماشي مقلية. ودرت هنا معاها بصلة قليتها في شوية زيت. هاي وهنا دو فروماج. أنا حنبدا نخدم هكذا باليد. أنا من دايرة فروماج ما نديرولهاش الملحة، تجيكم مالحة تخاف. هكذا ونخلط كلش مع بعضها. هاهي مليح، نقولكم بنينة بنينة بنينة، لسا شونج من المعتاد. هكذا نجيب معدنوس ونخلط باغي عبيكم. كي تعود هاديك البطاطا ماشي محمرة تتمعسلنا فاسيلما، فشتو مخصوصة فرماج وحبيتو تزيدو زيدو ماشي بروبلام. هكدا زيد، نجيب العظمات. دوك نجيب العظمات نصب بشوية متبقوش كلش. هكدا ميلونجي، من بعد نبقاو هادي نزيدو لها شوية فارينة حتى تولي ما عجينة، ماشي عجينة بزاف، شوية تلم شي جارية اون فادير. نزيد لها شوية، هادي سي نوطر بخومييغ إتاب تاع لا غوسيط. نزلت لا دوزيام. أنا محبيتش نحطلكم لي زانغريديو هاكم كيما المالفة باش متقولوش هي واعرة. ميلونجي بيان كوم سا. نجي هنا ندير شوية فارينة شي حاجة ونشوف، نحسها بلي من مومة خلاص منزيدش. هكا نطلع غير شوية، خلاص هنا تلمتلي مليحة هكا. خليها دو كوتي ونروحو لا دوزيام ايتاب. الوغ لا دوزيام، عندي هنا شوية باكيون داشي ربي يشريو بربعين الف ولا تلاتين الف، ومعاهم بصلة. ندير معاهم شوية معدنوس، عندي هنا ملح وفلفل الكحل، عندي شوية عكري وشوية كمون. نتوما تحبو ديرو جانجومبغ، هادوما سي ديكو، كل واحد يدير واش يحب. نبدا نعجن كيفكيف باش نقدر تولي لي مدودة. نعجنو مليح هكدا، هي تانية نزيد ندرلها شوية عدمات باش تجيني عجينة. هاكا تسمو في الهزة واش تخليو مصطو شوية، نسمع غير في صوتو انا مش عارفه وين تخبى. ها هي دونك نبداو بالفاسوناج. شوفوا هنا راني درت ان ساك بركا ساشي. ها هو راهو، نجيب الحم تاعي جوي لي طالي هنا باش ندير ان بودا بيان ايطالي. هكذا نجيب طرف تاع فخوماج، ديرو واش حبيتو نتوما، انا في الوسط هي باش كي نقطعو يجينا شباب. غنقولكم هادي لا مارك تاع بيربير ولا عيان، شوف كيفاش يتقصى ما عادش يشد روحو، مش عارفة علاش، مالغري كان هو لي ميور مي بون
والف نحن انا خدمه باللي جات نتاقلموا مع المواقف هكذا ونجي نلم من داخل نزيد هنا سيني نغلق من بعد نسقمهم بالبابي هكذا ونغسل يدي بك شوفو غادي نجي هنا روليتو باش نقدر نديرو مليح ويتلم كلش مع بعضها شدولي هنا مليح مليح هنا تاني نسيرو ليه برك مليح باش يجيني قاع سواسو هاكا هاهو تحبو نتوما تصغرو تحبو ديرو في المول الصغير سي كوم فو فولي خليوه دو كوتي ونروحو نبداو من البطاطا تاعنا شوفو جبت هذا المول هاكا تحبوا تريونغل ولا تحبوا دومي رون دوك نقول الوغ كاين هذا مثلث ها هو كاين دومي رون كيما هذا ها هو نتوما ديروا واش حبيت كاين هذا ثاني انا جينيرال ندير فيه المعجون هذا ولا لي صالي صغيور باسكو بارابور هذا الوغ نجيب هذا نحط له بارت كويسه كيما هاني غنلفتو نجيبو البطاطا تاعنا يعني مانيابل انا حطيت شويه ما وكاوتش ما تسقليش برك ندي طرف ونسيني نحلها هنا وندير ان فيد باش يدخل لي فيها هذاك لا بيونداشي اللي درناه مع بعضنا هاكا نلفو مليح شوفو جبت اون اسيت درت فيها الفارينة نجيب البودان تاعنا نحلو من الساشي هذا هكا نجي نرمدو في الفارينة سيسو باش ما يتكسرناش غير بشوية هكا نرمدوه في الفارينة مليح سيسو ما يتكسرش وما نحلوش هنا باش ما يخرجناش الفرماج هكا نديرو مليح الفارينة نروحو مع بعضنا باش نحطوه يتقلى حطيت شويه زيت ماشي بزاف نعطيولو برك اون كولور شابه اسما نحمروه نجيبو هنا بسم الله سايسو ونحطوه نزيدو شويه بالنار ونقليوه شوفو نقليو ونصبو عليها هاكا باش من بعد نقدرو ندوروه غير سايسو شويه شوفو راه طاب لنا هاهو درك نحيوه ونكملو الخدمه شوفو راني حطيتو في الوسط درك نجي نغطيه باللي بقى هذايا مليح مليح في الغابه الكلبه تنباح الزاوج نغطيوه مليح شوفوني غطيتو كاع انا شي نصب هنا هكذا تجيني هنا دوك نشعل كوشتي 180 ونحطو يطيب 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 10 مينوت ومن بعد نخرجو ونكملو مع بعضنا هنا قعدو لي شويه فيهم لاكي درتهم دي بولات انا قلت نديكوري بيهم نحيهم هنا نجي نقص شوية من الزيت هذا نجي نخدمو بيه لاصوص تاعنا قلنا في نفس الزيت هاني جبت زوج سنين الثوم نحط نقليهم في الزيت بالك تحرقوهم او حرقوهم باش جينا الروح تاعنا بنين هكذا نقليو هذا الثوم تاعنا هاني قلت لكم بارك وتحرقوا ديجا لا كولور تاع اللحم هذايا راهي بالكحولية برميت حبيبات شامبينيون هادو ستون في الفريجيدار
هيا كنت نزيدوه معاها بنينه شابه هكذا ولي في غير حتى يبداو هادو كيما دائما نقول لكم افو فيف شوفوا بدا يحمر شوفوا تاعنا ندور هكذا دوك نزيدو جبد الزيتون الزيتون هذا غليتو جوج خطرات بالماء ودخلو الخل وكاع باش نحيو هكا نزيد ندير له ورق عرن هاهي ورق عرن مغسولة وكيف كيف راني نفيغو جميع هاكا شوفو ديجا شوية ماء شي حاجة هكذا نزيد شوية ونجيب هذوك لي بولات لي قليناهم عاود نرميهم جبت نقول بلا ويطيبو هكذا خليهم واحد لي 10 مينوت ماكسيموم نعاود نوديلكم نزيد شوية معدنوس ونفرط لنا المرقة أنا جبت فنيجان درت فيهم غير فاق شايكوها فرينة وحرحرتها بالماء فوق ونصب ونحرك هكا يد تصب ويد تحرك ونخليوها تعطي شوية وتجي لاصوص تاعنا واجدة هاكا تاعنا شوفو هنا ضيبتو 10 مينوت غير شوية دوك نقلبو شوفو نحيو هذا دوك نحيلو الكارط غير سيتو بشوية يتنحى باش نعاودو نردو يتحمر لنا من ضرب جديد بعد لي 5 مينوت ولا شوفو راني قلبتو دوك ندخلو يتحمر غير شويه ونولي لكم راني جبدتو دوك نخليه باش نديرو له الفرماج نجيبو هادو لي فرماج تاع البومبورغر نيمبورت كال مارك نتوما تحبوها ما تقيدوش كاين بريزيدون كاين تاع الجزائر كاين لاباشكيري وتجيو نحطوه هكذا سيو نغطيو كاع مام هنا عريانه من بعد نصفوهم باسكو نعاودو ندخلوهم للفريجي الكوشه بلوتو يدوب مع بعضها تعود ما تبانش بلي بروبليم نقليوه برك مليح هكذا قدام وحده قدام وحده هكذا شوفي انا راني نقطع هكذا ونحط نلقط دوك نعاودو ندخلوه للكوشه غير يدوب شويه باك الفرماج يتلم مع بعض يعودو ما يبانوش يبانو كامل اونيفورم ونخرجوه ما حبيت نقول لكم حاجه حنا لي ديبي شتو بلي درت تريونغ انا تريونغ كانوا كلاوه ما قدرتش نصوره راه عاودت معكم واحد بعدا نحطو في كوشه نولي لكم شوفوا كيفاش ولا كاع اونيفورم ما يبانش دوكا ما نقدر نلمسو لا نخليه يبرد باش من بعد نقدر نقصوه نوريه لكم واجد هادو تاعنا بون شوفوا هنا بعد ما كملنا الوصفه تاعنا كيف جاتنا زين شابه شوفوا الحشوات دوك نوري لكم الحراف شوفوا كيفاش تجي من الداخل زين شابه هذاك لو فرماج اللي درناه فيون داشي اي لا بوم دو تير ان شاء الله يا ربي الوصفه تعجبكم وديروها تنساوناش دير لايك دي كومونتير بارطاجي لا فيديو ان شاء الله نتلاقاو في وصفات اخرى احبكم في الله.